إنه من دواعي سروري أن أكون وعائلتي هنا في واشنطن العاصمة لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لتولي باراك أوباما منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. لقد كان شرفا كبيرا أن أكون أحد المخصوصين بدعوة حضور هذه المناسبة. يمثل الرئيس أوباما التغيير الحقيقي لأمريكا وكذلك للعالم أجمع، وبصفتي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة أتعهد بأن أبذل كل ما في وسعي للعمل مع الرئيس أوباما لتحقيق التغيير في العالم بطريقة تساعد شعب رأس الخيمة. لقد تعهدت بصفتي وليا للعهد ونائبا للحاكم أن أعمل من أجل إرساء أسس التقدم لشعب رأس الخيمة، وذلك من خلال أولا بناء اقتصاد يخدم مصلحة الشعب، ثانيا العمل على توفير الطاقة النظيفة المتجددة والمستقلة، ثالثا مواصلة المطالبة بحقنا المغتصب من قبل إيران لاحتلالها أراضي تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، رابعا زيادة فرص التعليم لأبنائنا بناة المستقبل، خامسا تشجيع المزيد من الإصلاحات الديمقراطية في المجتمع. لقد كنت محظوظا بتوفر فرصة الدراسة لي بالولايات المتحدة في إحدى المؤسسات الكبيرة على مستوى أمريكا والعالم، فأدركت حينها أن التعليم هو مفتاح الفرص الثمينة للبشر. ومن المؤسف جدا أن الولايات المتحدة لم تعد تسمح باستقبال عددا أكبر من الطلاب من منطقة الشرق الأوسط للدراسة هنا منذ أحداث 11 سبتمبر، غير أنني آمل في العمل مع الرئيس أوباما لتغيير ذلك الموقف. أعتزم أيضا العمل مع الرئيس أوباما لتركيز الرؤية حول إيران واستمرار احتلالها جزرا ذات سيادة تابعة لرأس الخيمة طنبة الكبرى والصغرى، والتي كانت من أولويات اهتمامي على مدى أعوام الاحتلال الماضية، حيث يعتبر ذلك من الأمور الحيوية لأمن واستقرار إمارة رأس الخيمة وأثرها الفعال على الاقتصاد العالمي أجمع. إمارة رأس الخيمة مكان خلاب يتمتع بسواحل جميلة وممتدة وجبال رائعة وشعب يفخر بوطنه ويهتم كثيرا بالتعليم، يتطلع إلى نمو اقتصادي بناء ويحرص في الوقت ذاته على حماية بيئته من التلوث. إنني أفتقد رأس الخيمة كثيرا وأشتاق إلى الأرض التي منها أتيت، أشتاق لعائلتي الكبيرة، أبنائي، أبناء رأس الخيمة، أولئك الذين يقطعون مسافات طويلة للاجتماع بي في مجلسي حيثما أكون، وآمل أن ألتقي بهم على أرضهم، أرضي، على أرض رأس الخيمة الحبيبة في القريب العاجل إن شاء الله، إنه على كل شيء قدير. وأوجه كلمتي لشعب رأس الخيمة وأؤكد له فيها بأنني ولي العهد ونائب الحاكم الشرعي لهذه الإمارة حسب المرسوم القانوني الذي أصدره والدي الحاكم في 24 فبراير 2004، وعليه فإنني أنوي العودة إلى أبنائي لمساعدتهم والوقوف إلى جانبهم لتحقيق الرخاء والازدهار الذي يصب في مصلحة الكل لا البعض فقط.